مولد الشاعر القومي الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش، مبدعين وكاتب القصة المتميز. أنا سعيد جدا أن أكون هذا اليوم في المكتبة البلدية في مدينة طول كرم الصامدة في وجه الاحتلال الإسرائيلي، وأن أكون مع إخوتي المناضلين الفلسطينيين المتمسكين بالأرض والمتمسكين بالمكان. نحن في هذا الشهر نحيي الثقافة الفلسطينية، هذه الثقافة التي حافظت على المكان والتي حافظت على الهوية العربية الفلسطينية للإنسان الفلسطيني، والتي وقفت ضد التخلف وضد الاضطهاد وضد الاحتلال وضد التمييز، وأعطت الأمل لأبناء الشعب الفلسطيني. أنا أتقدم بشكر الجزيل لمكتبة طول كرم ولوزارة الثقافة الفلسطينية على هذه الدعوة وعلى هذا اللقاء مع إخوتي هنا. اليوم هو النكبة وسيرة محمد علي طه. محمد علي طه من الداخل من كابول، هو كاتب وأديب وقاص، له حوالي أكثر من 50 مؤلف. هو من المنادين في يوم الأرض الخالد، ومن المناضين الذي بعد أيام ذكرى 42 لا يوم الأرض. استضافته هون والحديث معه ومشاركته للجمهور وإطلاع جمهور طول كرم وأدباء وكتاب طول كرم عن تجربته الأدبية والكتابية كثير رائعة. الأديب والكاتب محمد علي طه وضع خطة وخريطة لكل الأدباء والمثقفين في الداخل لكي يخطو خطوه في لاحقاً.